وأن يعلم أن هذه الحفرة سيدرج فيها ولا بد. ربما ظن أنه يعيش عمرا طويلا وما علم أنه سيدرج فيها في الغد، حتى وإن كان شابا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تذكروا هذه، أو أكثروا من ذكر هذه من اللذات. نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور،